السلام عليكم شباب، كيفكم؟ شو الاخبار؟ ان شاء الله تكونون بصحه وبعافيه. اليوم ان شاء الله راح ناخذكم جوله تسوق ببريمارك حبيب الملايين. خلينا على التعريف، مثل ما عم نشوف هذا اللبس ب6 باوند. ان شاء الله الفيديو كامل راح يكون على قناتي على اليوتيوب. هذا قسم الرجال مثل ما عم نشوف، يعني اسعارهم رخيصه نوعا ما. طبعا موجود ببريطانيا، بيعرف بريمارك. قناه يعني التعريف 12 باوند 18 باوند. هذا قسم الرجال مثل ما عم تشوفوا. راح نطلع على قسم النسواني، هذا القسم خاص بالرجال مثل ما عم نشوف. هذا قسم النسواني ب20 باوند البنطلون. في عندك تشكيله واسعه من الشغلات الموجوده بالبريمارك. طبعا اكثر بضاعه شغل الصين، شغل الهند، شغل بنغلاديش. مثل ما ذكرت تكمله الفيديو ان شاء الله راح تكون على قناتنا على اليوتيوب. لا تنسوا تحطوا لنا لايك وشير وسبسكرايب.